أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يوجد مسجد في داخله قبور ويصلي فيه الناس منذ مدة، ثم عرفوا وتساءلوا، فما حكم صلاتهم في الأيام الماضية وماذا يفعلون الآن وما يجب عليهم؟ يزيلون القبور إن كانت القبور محدثة في المسجد، والمسجد قديم، تزال القبور تنبش وتدفن في المقبرة العامة. أما إن كان العكس، أن القبور قديمة والمسجد بني عليها، فإنه يهدم المسجد وتبقى القبور وتسور وتحفظ. وأما الصلاة الكثيرة التي مضت وهم لا يدرون فهم معذورون إن شاء الله، لكن لا بد من إخلاء المسجد من القبور أو هدم المسجد إذا كان هو المتأخر، وبناء مسجد بديلا عنه خال من القبور. نعم.